مارك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله أعلن كريم الغماري نجل الإعلامي الراحل صلاح الدين الغماري عن قرار الابتعاد مؤقتا عن نشر فيديوهات على موقع اليوتيوب حيث كشفها عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذه الخطوة ونشر الغماري الإبن عدة تدوينات على خاصية ستوري بصفحته على موقع الإنستغرام عبر فيها عن استيائه من الحسابات الوهمية التي تنتحل هويته والتي سئم من حضرها إلى جانب التعليقات السلبية التي تتهمه باستغلال وفاة والده لاكتساب الشهرة مؤكدا أن فكرة إنشاء قناة على اليوتيوب كان حلمه الذي وعده والده الراحل بمساعدته في تحقيقه هذا بالإضافة إلى رغبته في التفرغ للدراسة وكان كريم قد استجاب إلى مطلب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين شجعوه لفتح قناة على اليوتيوب بعد وفاة والده حتى يتعرف عليه المغاربة بعد اكتسابه لتعاطفهم خلال ظهوره في مراسم جنازة والده نشكركم على حسن الاصغاء اذا اعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الاعجاب